السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس حنان، مدرسة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي بمدرسة ليدرس للغات. رجعنا على الاساليب وهنرجع برضو عليها النهاردة ونحل عليها كتير قوي، لانها مهمة ولازم على طول نراجع عليها عشان ما ننساش. اول سؤال بيقول لي حول الجملة الاسمية الى جملة فعلية، وكل جملة فعلية الى جملة اسمية. يعني الجملة الفعلية هنحولها الاسمية، والجملة الاسمية هنحولها الفعلية. يعني الجملة التي تبدأ بفعل هنخليها تبدأ باسم، والجملة التي تبدأ باسم هنخليها تبدأ بايه؟ بفعل. عاد الصديق الى القرية، خليها الصديق عاد الى القرية، يبقى حولها الجملة اسمية. خلي الصديق الاول والصديق مبدوع بألف ولام تبقى باسم. الاسد يأكل اللحم، الاسد بيعمل ايه؟ هنسأل سؤال، بيأكل، يبقى يأكل ده الفعل، هنخليها ايه؟ يأكل الاسد اللحم. ذهبت أمي إلى السوق، هنحولها تبقى إيه؟ هي يا ولاد هتبقى ذهبت، دافع أمي عملت إيه؟ ذهبت، هتخليها أمي ذهبت إلى السوق، هتبدأ باسم أمي ذهبت. المعلم شرح الدرس، المعلم شرح الدرس، هنخليها إيه؟ تبدأ بفعل. المعلم عمل إيه؟ شرح الدرس، يبقى شرح المعلم الدرس، هنبدأ بكلمة شرح. الابن سمع نصيحة أبيه، هي الابن ألف ولام والابن اسم، هنخليها فعل سمع الابن، هتبقى سمع. آخر حاجة قرأ عادل القصة، قرأ فعل، عادل عمل ايه؟ قرأ. طب احنا عايزين جملة اسمية، هتبقى عادل قرأ القصة، هنبدأ بكلمة ايه؟ عادل. تمام يا ولاد؟ تمام. بعد كده بيقول لي ضع اسم الإشارة المناسب مكان النقط. أسماء الإشارة هي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث والجمع الغير عاقل، هؤلاء للجمع العاقل، هذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث. شجرة آخرها تاء مربوطة وشجرة واحدة، تبقى هذه شجرة. أصدقاء، أصدقاء جمع عاقل، يبقى هياخد هؤلاء أصدقاء. أصحاب جمع عاقل، هؤلاء أصحاب. غصن، غصن، هذا غصن. نخلة، نخلة خرتها مربوطة وغصن خد هذا، لأنه هو مفرد مذكر، وقلت إن هذا بتيجي للعاقل أو غير العاقل. نخلة بتيجي للعاقل أو غير العاقل، تاخد هذه عشان آخرها تاء مربوطة تدل إن هي مؤنث، تاخد هذه نخلة. طيب بعد كده يا ولاد السؤال التاني، حول الجملة الإسمية إلى جملة فعلية. الأب يضحك، الأب بيعمل إيه؟ بيضحك، يبقى نخليها فعل، نحولها لفعل، هتبقى الأب عمل إيه؟ الفعل اللي هو عمله الأب، يبقى يضحك الأب. الفلاح يجمع، هتبقى إيه؟ الفلاح بيعمل إيه؟ بيجمع، يبقى يجمع الفلاح. الأم تعمل، الأم تعمل، هاي الأم بتعمل إيه؟ بتعمل، يبقى تعمل الأم. هنخلي الفعل اللي الشخص بيعمله الاول، بعد كده ايه؟ نجيب الاسم بعديه عشان نخليها تبدا بجمله ايه؟ فعليه. بعد كده ضع اسم اشاره مناسب، برضو اسماء الاشاره هذا، هذه، هذان، وهاتان، وهؤلاء. صديقي، هنشاور على صديق نقول ايه؟ صديق مفرد مذكر، يبقى هذا صديق. معلمون جمع عاقل، هؤلاء. أختي، أختي دي مفرد مؤنث، يبقى هذه أختي. تمام. بيقول لي حول من المفرد إلى الجمع. وردة، عايزين نخليها جمع، جمع وردة إيه؟ ورد، جمع وردة ورد. جمع شجرة أشجار. جمع بطة بط. جمع زيل زيول.
حولنا من المفرد للجمع، يبقى جمع وردة ورد، جمع شجرة أشجار، جمع بطة بط، جمع ذيل ذيول. تمام يا ولي. بعد كده بيقول لي ضع مكان النقط ضميرا للغائب. ايه هم ضمائر الغائب نفتكرهم؟ هو ضمائر الغائب هو هي هما هم وهن. هو بتيجي للمفرد المذكر، هي بتيجي للمفرد المؤنث، هما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، هم للجمع المذكر، هن للجمع المؤنث. فلاحة نشيطة تبقى ايه؟ فلاحة واحدة، بنت تبقى مفرد مؤنث تاخد هي. جندي شجاع هو مفرد مذكر، جندي شجاع. طبيب ماهر برضو هو طبيب ماهر، تساعد أمها في البيت، يبقى تساعد أمها في البيت هي تساعد. تمام يا ولاد. تمام، يبقى رجعنا النهاردة على الجملة الإسمية والفعلية وأسماء الإشارة والمفرد والجمع وضمائر إيه الغائب. ذاكروا كويس يا ولاد، وعلى الأساليب بالذات إنها مهمة جدا، وأي سؤال أنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.